في ازمه يا استاذ احمد، لانه بوادرها حصلت امبارح ان النادي ما الاهلي حضروش امبارح، ما راحش اصلا. يعني لو النادي الاهلي عنده نيه للحل كان راح مندوب امبارح واتناقش مع اتحاد الكوره الاهلي ومودرن سبورت اعتقد ومودرن سبورت. لكن غياب النادي الاهلي معناها ان هو بيصدر ازمه كبيره جدا، وبيقول انا مش هلعب. وكولر فعلا بلغ اداره النادي الاهلي قال لهم انا هخلص الدوري وهاخد اجازه واروح سويسرا. فانا يعني مش يعني الكاس مش في حساباتي اصلا. لان اللعيبه يمكن حضرتك شفت بعض اللعيبه تاكيدا لكلام الكابتن تامر في نهايه المباراه، ومنهم مشهد شهير لامام عاشور بعد المباراه وقع مش قادر ياخد نفسه في احدى المباريات الاخيره للنادي الاهلي. اعتقد كانت مباراه المقاولين. فالمشهد بيقول ان اللعيبه استهلكت تماما يا استاذ احمد. فزي ما الكابتن اسامه عرابي بيقول ممكن النادي الاهلي يشارك في الكاس ويلعب وبعد كده يخسر بطولات كتير جدا الموسم اللي جاي، لانه هيبقى لعيبته استهلكت تماما. دكتور وليد، هي الازمه قايمه بالفعل. احنا في حل ان احنا نقول الاهلي يشارك بالناشئين او ما يشاركش بالناشئين، هم عندهم كولر وعندهم ادرى بمصلحتهم. انا عن نفسي ضد الغاء بطوله، لكن اتحاد الكوره او اللي بيحصل والرابطه معايا طبعا المواعيد اللي حصلت دي هي حطت كاس مصر في مرمى النيران. انت عندك معسكر منتخب في اول 9، وكان كابتن ابراهيم حسن عايز يبداه 25 اغسطس اخر الشهر ده. انت بتتكلم في لعيبه بتلعب من شهر 9 اللي فات لحد النهارده بدون توقف وبطولات دوليه، فانت بتدمر مجموعه من اللاعبين لمنتخبك حتى انت محتاجهم. فاعتقد انه الغاء الكاس هو القرار الاسلم حاليا. النادي الاهلي لو دخل في ديبيت او دخل مع اتحاد الكوره هو مش ما بينتصرش او مش هينتصر في دي، عشان هو الاهلي وعنده باور وعنده جماهير، لانه ببساطه هو عنده الموقف الاصح، هو فعلا بيتكلم في مصلحه. وبالمناسبه مش الاهلي بس اللي معترض، المصري معترض، الزمالك معترض. كان معترض الزمالك ورجع وافق ده اللي على المواعيد. الزمالك هيلعب في اغسطس، ما انا جاي لك اهو. كان اغسطس هيلعب في اغسطس، وكان دي الفرق ما بينهم وما بين بعض لا يتجاوز ال 24 ساعة. ده جوميز مسافر يوم 17. انا بقول لك اهو 24 ساعة، يعني 24 ساعة احمد بيه. الزمالك كان معترض يا استاذ حمدي، واعتراض ايه؟ شمس. قوي جدا، وانضم للنادي الاهلي في مطلبه. بعد 24 ساعة وافق. ليه؟ ما اعرفش. ليه؟ طبعا الكابتن تامر بيلمح للامور الاداريه، وان يكون عندك موقف وازاي تقدر تدافع عن مصالحك. اعتقد انه احنا في وضع، طبعا في رعاه، انا عارف ان في رعاه للبطوله وفي قصه، بس في الاخر احنا في وضع مفروض علينا. لو عايزين مصلحه منتخب مصر اللي داخل على امم افريقيا وتصفيه كاس عالم، بطوله الكاس دي هتكون تاثيرها سلبي على المدى القصير وعلى المدى البعيد. هو بس في نقطه يا استاذ احمد قبل ما حضرتك تطلع الفاصل، علامه استفهام كبيره جدا ازاي الانديه تتعامل في بطوله الدوري مع رابطه الانديه وفي بطوله الكاس مع اتحاد الكوره. مساله محيره جدا. لازم يكون في جهه واحده. رساله للعالم ان انت عندك نظام مختلف عن العالم. ده لازم يبقى عندك حاجه مختلفه. ما هو لو نظام مختلف للافضل